السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم هذا الموقع لتحويل النصوص الكتابية إلى صوت. أي كلمة عندك أو نص باللغة الإنجليزية نحطه هنا. الآن حطيت النص، هذا النص باللغة الإنجليزية، ونضغط ونسمع النص. Last week there was a match between my school and another school. نقدر برضو نغير الصوت أكثر من صوت. اسمع الصوت راح. Last week there was a match between my school and another school. نقدر نسرع ونخفف الصوت برضو. نختار مثلا. Last week there was a match between my school and another school. نقدر أيضا أي لغة، نختار أي لغة نترجمها، وأي صوت، أي صوت شخص. الآن نختار باللغة العربية. لو نكتب مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نختار اللغة العربية. الآن تطلع أسماء الأصوات اللي باللغة العربية. مثلا ندخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نخفف الخطاب، نقدر نثقل الصوت من هنا. نختار مثلا الصوت هذا. نسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا من هنا تقييم الخطاب. نسمع الصوت كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مسرع، نقدر نقصره من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أشرح لكم هذا الموقع، وراح أرفق لكم في أسفل الفيديو. الموقع مجاني وجميع اللغات وأصوات مختلفة. حبيت أشرح لكم هذا الموقع، ولا تنسوا الدعم واللايك والاشتراك وترقبون مقاطع أخرى. في أمان الله.